أحبائنا أهلا بيكم بحلقة جديدة ومميزة مع كلام الروح القدس مع فم أبينا وحبيبنا نيافة الحبر الجليل أنبا مرتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات بالمجمع المقدس لكنيساتنا القبطية الأرثوذكسية. بنرحب بيك يا سيدنا. تعيش يا أستاذ جورج، مشرفنا ومبارك. يا أهلا وسهلا، ربنا يخليك لينا سيدنا، بركة صلوات نيافتك. سيدنا، حلقة النهاردة بقى دي مهمة قوي، مشتهى كل الشباب والبنات انهم يطلعوا رهبان. في يعني مشاعر لكده يعني كتير قوي. مفيش ابن مسيحي اتولد وخدم في الكنيسة وعاش في الكنيسة الا نفسه يطلع راهب. دايما بيبقى فيه مشاعر قريبة ناحية المثل، ناحية خاصة عند المراهقين، يعني بالظبط. اقول لك انا نفسي ابقى راهب. نفسي ابقى راهب. فارتباط كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بالرهبنة ارتباط قوي جدا جدا، واحنا عاصرنا في كورونا في الفترة اللي فاتت حينما أغلقت الكنائس وحينما أغلقت أبواب الكنائس، دي كان شيء في منتهى القسوة علينا. كانت الأديورة وكانت الرهبنة تبعث بالبخور والصلوات والقداسات والليتورجية إلى السماء، وكنا حاسين ان في سحابة بخور بتيجي علينا من جوه الأديورة. صحيح صحيح. البتولية سيدنا، البتولية نذر والبتولية ايضا دعوة. وفي الكتاب المقدس اشهر شخصية دعيت للبتولية من بطن امه كانت شخصية ارميا النبي. صحيح، ده دعية من بطن امه كده. ربنا برضو قال له بعد كده يعني منعه عن الزواج لظروف قاسية جاية على المجتمع وقتها. يعني عايزين نعرف يا سيدنا، دعوة أرميا النبي للبتولية كان شكلها ايه من البداية؟ هو ربنا دعا أرميا النبي من قبل ما يولد أساسا، ان هو سيولد ويكون نذير ومخصص للرب، وحتى والدعوة دي كانت أيضا لآباء سابقين يعني قبل كده، يعني مثلا يوحنا المعمدان أخذ نفس هذه الدعوة، يكون نذيرا للرب وخمرا مسكرا لا يشرب. ففي آباء سواء في العهد القديم كأرمية، إيليا نفسه برضو كان بتول، يقال أنه برضو تبتل يعني أو كان بتول. أرميا النبي جه في وقت أثناء نبوته ربنا نهى أو قال له لا تتزوج، لأن في ضيق شديد جاي على بني إسرائيل نتيجة انحرافهم عن طريق الرب، وأيضا ميلانهم إلى الخطية والشرور وعبادتهم لآلهة غريبة ناسين عبادة الرب، اللي هو بقى العصر الخاص بأخاب الملك ومراته إيزابيل، حتى إن أخاب الملك موت وقضى على كل الكهنة وهدم كل مذابح الرب، وجاب كهنة البعل وعشتاروس والآلهة الوثنية هم يكونوا يحلوا محل كهنة الرب اللي هو من سبط لاوي وسبط هارون، ونشر الوثنية بطريقة فجة، وده الأمر اللي دعا إيليا أن يقف أمامه. فأخاب الملك هدده بالقتل، فهو هرب إلى مرة إلى جبل الكرمل، وبعدين مرة تاني إلى ناحية نهر كريت، لأن كان في شر جاي ربنا سمح به جاي على بني إسرائيل نتيجة زيغانهم وبعدهم عن ربنا. والشر اللي تحقق ده بقى فعليا في اجتياح نبوخذ نصر بجيوشه الى مدينة اورشليم مناطق اليهودية، هدم الاسوار، هدم المدينة، هدم الهيكل، احرق الابواب كلها بالنار، اخذ كل الشعب في السبي اللي هو كان يعتبر 80 سنة قبل
بناء الهيكل مرة تاني بواسطة نحامية. فكل بقى كان في السبي في مناطق بابل، مملكة بابل، وتبقى الناس الايه المعدمين الفقراء اللي ما يقدروش يعملوا اي حاجة ولا يقدروا يعتمدوا على نفسهم، وبالتالي نسيوا الشريعة ونسيوا العوايد والاعياد والطقوس، ونسيوا تقديم الذبائح في الهيكل، لولا ان نحامية جه بعد كده وبنى الهيكل واعاد كل هذه الطقوس والعوايد مرة اخرى. فربنا قال لأرميا لا تتزوج، لأن هيجي وقت مش هتلاقي الأولاد ما يقدروش يدفنوك أو يعملوا لك مناحة، وإن الناس هتبقى في فقر شديد وجوع شديد وضيق شديد. فقال إن الناس مش هتقدر تخدم نفسها كمان، ما فيش حد هيفتكر حد من الضيق العظيم، بيقصد بيه الضيق اللي أوجده أو صنعه نبوخذ نصر باجتياحه لمدينة أورشليم. فهنا كان في بتولية لم يتزوج، يعني كمثل باقي الأنبياء اللي كانوا يعتبروا بيتزوجوا بحرية. وحتى موضوع الزواج ده في عهد الكنيسة الأولى بغض النظر عن بعض التلاميذ، لكن معلمنا بطرس كان متزوج، وإنما معلمنا بولس آثر أن يكون بتولا، وهو الذي تحدث وقال من يتزوج فهو يرضي امرأته، ومن لا يتزوج فهو يرضي الرب. المتزوج في هذا حسن وغير المتزوج في هذا أحسن. فهناك شيء من التلميح إلى البتولية، فيوحنا المعمدان كان بتولا وقد مدحه السيد المسيح وقال للجماعة اليهود ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، أقصبة تحركها الريح؟ لأنه كان ناسك جدا. أم ماذا خرجتم؟ فإنه نبي وأعظم من نبي، وأنه أعظم مواليد النساء. لربما أن البتولية كانت تجمل حياة يوحنا المعمدان، وأن البتولية أصبحت أكيدة بعد مجمع نيقيا على الأخص في أيام البابا كيرلس عمود الدين، لأنه كان راهبا قبل ذلك في دير أبو مقار قديس كيرلس عمود الدين، اللي جابوا خاله، يعني خاله البابا ساوفيلوس استودعه في دير أبو مقار وهو في شبابه، تعلم الرهبنة ولمدة 5 سنوات، ثم أصبح متريركا بعد ذلك. وكان الآباء بيتباروا بالبتولية، فالبابا ديمتريوس الكرام أثبت أنه بتولا رغم أنه كان متزوجا، لكن لم يعاشر زوجته أبدا، وقصته مذكورة في السنكسار، أي أن الآباء في عهد الكنيسة الأولى كانوا يتباروا أيضا بالبتولية وبحياة البتولية. ومن هنا أيضا نشأت حياة البتولية على الأخص عند العذارى، حيث أن السيدة العذراء مريم كانت بتولة، فتجمع حولها المريمات والعذارى وكانوا يمارسون شيئا من العبادة والتبتل للتفرغ كاملة لحياة الصلاة والعبادة. البابا أثناسيوس الرسولي كتب مقالة خاصة بحياة البتولية، وكان يشجع المتبتلين، وعلى أساس كده نشر حياة أنطونيوس، قصة الأنبا أنطونيوس أب الرهبان فيتا أنطوني، لتكون يعني منهاجا لمحبي التبتل، ولتكون منظمة لحياة التبتل، وهي حياة الرهبنة في ذاك الوقت. وعلى هذا الأساس يعني تفوق كتير من المحبين لحياة التبتل من خلال الحياة الرهبانية والنسكية بكتابات كثيرة جدا أثرت الكنيسة القبطية وكنائس العالم بالتراث الأدبي الرهباني النابع من المتبتلين.
أو النذيرين يعني. سيدنا في سؤال دايما بيلح على الناس، هل البتولية دعوة أم البتولية نذر؟ يعني هل الإنسان المتبتل دعي متبتلا ودي كانت مشيئة ربنا، ولا ده اختيار إنساني إن هو أنا عايز أبقى متبتل فأنا أقدر أبقى متبتل؟ هي الحقيقة البتولية في كنيستنا أو في العهد الجديد هي دعوة ثم اختيار، أو دعوة بيدعمها الاختيار، الاختيار بطوعية، طوعية يعني أنا بأرغب في كده. هو بس اللي أنا عاوز ألفت النظر إليه، إذا كان هناك بتولية قسرية للشخص، يعني كمثلا فتاة فاتها قطار الزواج فأصبحت متبتلة قسريا، يعني ما كانش باختيارها، يمكن لو ظهر لها عريس هتتزوج. لكن لماذا لا نستثمر حياة البتولية لصالح الرب في حال كده، يعني في حال فات قطار الزواج للشاب أو الشابة، يعني دون ان احنا نرغمهم على كده. ولكن انا بقول انا شفت كتير من السيدات وصلوا الى سن متقدم جدا، سواء في عائلتي او في المجتمع او عند او في العائلات، سيدات وصلوا لسن متقدم جدا وهي متبتلة، لكن بتعيش حياة فاضلة جدا 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 يعني، وكانوا قديسات يعني. فأنا بقول إن حتى لو فيه، لو ما كانش الأمر بدعوة، دعوة بتظهر في الحياة الرهبانية، وممكن لا تظهر في الحياة الرهبانية، فممكن أن تعيش الفتاة المتبتلة في أحضان أسرتها في تبتل، مواظبة على العمل الروحي الغزير، سواء في الكنيسة في الخدمة في حياتها الروحية، يعني بتبقى البتولية دي ظاهرة إما في الحياة الرهبانية، وبنأكد دي هنا بقى إن دي دعوة، أو ظاهرة في الحياة الاستقلالية في البيت بالنسبة للبنات بكده، وقد تكون دعوة أيضا. أو بالنسبة للشاب أو الشابة يعني ما فيش أي مشكلة. لكن أنا بقول مهم أوي إن إحنا يعني نستثمر حياة البتولية لصالح الرب، كما قلت إن أنا لو الشخص لقى نفسه متبتل بتول أو أعزب يعني، يبتدي بقى يدور على خدمة في الكنيسة، ممارسة أمور روحية، زيارة أماكن القديسين، قضاء خلوات في الأرجرة والأماكن الخلوة. إنما لو كان هو بقى وجه نفسه إنه يعيش في الدير، بالتالي بقى يجب ان هو يتوجه لرئيس الدير للافصاح عن الامر، وانا ارغب في حياة الدير. لكن ما نقدرش ان احنا نحكم على الامر ده الا من خلال الشخص نفسه، لان قبول البتولية برضو قبولا طوعي. الخطورة بقى من هنا ان ممكن تلاقي البنت او الولد مش عايزين يقبلوا ابدا حياة البتولية الطوعية، فممكن البنت تغرق نفسها في جوازة مش موفقة تعاني الأمرين، والشاب كذلك برضو لما السن يكون وصل بيه 40-45 سنة ويقول أتجوز فيوقع نفسه في زواجة غير موفقة، لأن لابد يكون في توافق ما بين الطرفين كويس، وفي مبدأ القبول والحب والاحترام والتقدير. إنما يغرق نفسه في موضوع كده ممكن يقول يا ريتني مثلا ما اتجوز، كانت البتولية لي احسن لي يعني. فهو الموضوع برضو البتولية الحكم فيها من حيث انه دعوة او غير دعوة، وان كانت ليست هناك دعوة ظاهرة في الاتجاه الرهباني، لكن احنا بندعو نعمة ربنا علي ان انا اعيش بقى حياة متميزة خادمة للجميع، حياة مثالية مع ربنا، نكون نموذج طيب للآخرين، دي بتبقى الحياة مع متعة
ما هياش متعبة يعني. سيدنا، في ناس يعني بيجيلهم ضعف نفسي، ان يقول لك انا ما اقدرش على الحياة البتولية، انا ما اقدرش ابقى راهب، انا ما اقدرش ابقى راهبة. هل يا سيدنا الانسان المتزوج او اللي بيكون اسرة في مرتبة اقل من الانسان المتبتل؟ لا خالص، ده الإنسان متزوج ده حصل على سر مقدس اللي هو سر الزيجة، حيث حل الروح القدس عليه هو وخطيبته، بقوا جسد واحد، وده بيت. ده فيه يعني آيات في الكتاب المقدس في الأسفار، على خاصة مثلا سفر المزامير و سفر الأمثال، امرأتك مثل كرمة مثمرة، تثمر بنوك مثل غروس الزيتون، من يجد امرأة فاضلة ثمنها يفوق لآلئ، وهكذا. ده سر مقدس الزواج. لكن البتولية ده أمر اختياري طوعي، يعني أمر اختياري، مش يعني الإنسان هو اللي بيختار البتولية، إنما مش مفروض عليه إنه يبقى بتول، لا خالص يعني، ده إطلاقا. بس من ناحية القوانين الكنسية المنظمة ما بعد مجمع نقيا، من حيث أن الكاهن يبقى متزوج والأب الأسقف يبقى متبتل، ده أمر اتفق عليه يعني، أمر اتفق عليه. سيدنا، في بعض الأهالي لما ابنهم أو بنتهم يجوا يقولوا إحنا عايزين نترهبن، بيقابلوا النوع ده إن دي كارثة، يعني إحنا كنا نفسنا نفرح بيكي أو نفرح بيك، نفسنا نشيل عيالكم، نفسنا 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 نفسنا. وفي بعض الأحيان بتوصل إن هما بيروحوا يجيبوهم الأديرة، يعني لو الشخص راح الدير بيروحوا لهم الدير يقولوا لهم إحنا مش واقفين ورجعوا معانا. صحيح. ليه سيدنا التفكير السلبي ده تجاه البتولية؟ ان ده يعني مهم في الانسان انه يصنع ذرية، ولكن ما بيفكروش في حياته الروحية. ما هو ده بقى راجع إلى الارتباط الوجداني والعاطفي ما بين الآباء والأبناء، وما بين الآباء وبناتهم. وأحيانا يبقى في شيء من الأنانية، الأم والأب عاوزين بنتهم معاهم على طول، عاوزين معاهم على طول بنتهم، فما يروش على إن هما إن هي تترهبن، وده أمر خطأ طبعا. لابد يعني نطلق الحرية للشاب أو الشابة بحيث تختار طريقها وتختبر برضه، يعني حتى لو هي فشلت في موضوع إن هي تذهب إلى الدير أو هو يذهب إلى الدير، هي بتختبر الموضوع ده وتعيش هذه الخبرات، وبعد كده برضه تقيم، برضه تستكشف إرادة ربنا معاها إيه، هل الزواج فعلا، هل البتولية في العالم، هل حياة التكريس ولا ايه؟ يعني ما نخنقش ولادنا علشان خاطر منفعتنا الشخصية او انانيتنا وما نقدرش نستغنى عنهم وكده، وده شيء خطأ يعني. لكن نجعلهم على الاقل يدخلوا في اختبارات وخبرات، واحنا برضو عينينا عليهم وكلامنا ليهم، ونقول لهم اذا كانت ارادة ربنا يا ابني ربنا حيريد، يا بنتي إذا كانت ترى ربنا ربنا حريد يا ريت تصلي وأنا هصلي لك أنا كمان، ونوصي أبونا يصلي لك أو يصلي لك، وهكذا يعني. إنما البتولية أولا وأخيرا هي طوعية وبالإرادة الحرة يعني. طبعا لو إن الإنسان بإرادته وطوعي وحبا للبتولية وهو فرحان جدا ومتمسك بيها، ممكن نقول إن هناك دعوة، على الأخص لو إن اكتملت شهوته في حياة البتولية بالحياة الصالحة، سواء في الجلابية السوداء أو في سواء في الحياة في العالم. سيدنا، دايما احنا بنحب ابائنا الاساقفة وابائنا الرهبان، وعلى رأسهم طبعا سيدنا المكرم قداسة البابا. دايما الانسان شعوره ناحية الرهبنة شعور في رهبة، شعور في أبوة، شعور في حنين. دايما لما بنروح الدير بنجري على أي أب راهب نسلم عليه.
دايما بنحب لما نروح الدير نخلي الاباء يصلوا، دايما في حب شديد جدا ان احنا نحضر قداس في الدير، بيبقى مميز. رغم هو طبعا القداس قداس في اي مكان لترجية واحده، ولكن مع الاباء الرهبان بيبقى ذا روحانيه خاصه. ولكن عاصرنا في عالمنا اباء متبتلين، حابين بس نعرف جزء من حياتهم وسيرتهم، بما اننا اتكلمنا على البتولية وقدسنا العظيم حبيب جرجس. صحيح. او يمكن الشخص الوحيد اللي كان علماني ودعي للبطريركية، يعني كان من احد المرشحين للبطريركية، سيدنا حبيب جرجس قديس اعلنت الكنيسة قداسته وكان بتولا في ولابس بدلة وجرافات، وكان مدير للإكليريكية واعترف به قديس إذن هل ممكن نلاقي الروحانية والقداسة بتاعت الرهبنة في العالم من خلال الأب بطل النماذج دي، النماذج الرائعة دي؟ يعني أرشد يكون حبيب جرجس يعني آثر أن يكون بتولا لخدمة التعليم، ليتفرغ أكثر وأكثر لخدمة التعليم. يعني هو ضحى بمستقبله الزيجي او انه يرتبط حبا في خدمة التعليم من خلال الكلاريكية ومدارس الاحد واكتمال نشاطهم بما يضمن تعليم الشعب، وبالتالي اسرى ان يكون بتولا. ربنا ينفعنا بصلواته، وبنشكر نيافتك يا سيدنا. شكرا جزيلا احبائنا، جزيل الشكر لنيافة الحبر الجليل الأنبا مرتيروس على كلام الروح القدس وعلى التعليم الجميل اللي بنسمعها. نشكركم أحبائنا، ونلقاكم في حلقة مقبلة من برنامجكم شخصية وموقف.